صفوة، صفوة على الصدارة، ولكن يا صفوة وصلت زيارة. ماذا أنت فاعلة؟ ماذا أنت فاعلة؟ زيارة قادمة وزيارتها دائما زيارة طيبة، زيارة دائما من أجل هبة الريح ومن أجل الفوز ومن أجل الناموس ومن أجل الكاس ومن أجل الشلفة ومن أجل الذهب. الآن زيارة على المركز الثاني وصفوا على المركز الأول، ولكن هذه زيارتها دائما إلى الناموس وصفوا على المركز الأول. الله العملاق يختار، يحق له أن يختار فيما أراد من هذه الأصايل. صفوة بالفعل هي صفوة وفازت على هذه الأسماء صفوة النقوة. تهانينا لهجن الشحانية على فوز صفوة بالمركز الأول وعلى فوز زيارة أيضا بالمركز الثاني، وبنقول على فوز زيارة بالمركز الأول مكرر. برصيده ايضا المليء بالانجازات، برصيده المليء بالانجازات. وهذه المشاركه الاخيره قبل الختاميات، قبل سباق سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المضدة. ولكن زويان، يا سلام زويان، يحاول مكلف على المركز الثاني. مكلف وزويان ومكلف في منافسة حامية في هذا الشوط الرئيسي، ولكن زويان انطلق كعادته دائما عندما يقترب من خط النهاية. شوف زويان، سلام يا زويان، وتهانينا لمحبي نجل الشحانية. واشكرك يا العملاق على هذه المواصيل التي وصلت اليها جن الشحانيه في هذا المساء. تهانينا والناموس لجن الشحانيه ولسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني اللي ما قصر مكلف ايضا من جن الشحانيه مساء. تهنئة نزفها لعملاق المضمرين، هذا هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نار على علم في مجال التضمير في جميع المجالات. هذا هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم سليل مع هذا الشعار العملاق. تهانينا لهجن الشحانية ولمحبيها ولعشاقها ولمتابعيها. يا سلام، سليل المجد تفوز بهذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمن قاد وضمر وقدم سليل، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا ابو محمد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شوف العديد من الجانب الأيمن، العديد هنا وبين والعديد اللحظات الأخيرة. شوف المنافسة مشاهدين الكرام بين هذه السبق الثنايا المعروفات، هذه المقدمة مشاهدين الأفاضل هناك من الجانب الأيمن. العديد بين يعود مرة أخرى، العديد وبين اللحظات الأخيرة هناك. يغير العديد من الجانب اليمين وعاد مرة أخرى البين. الله، يا سلام، اللحظات الأخيرة بين والعديد، العديد وبين اللحظات الأخيرة لمن الناموس. ولكن العديد مشاهدينا الأفاضل يحسم الشوط من صالحه. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز العديد وتحقيقه بالمركز الأول. المركز الثاني يصل فيه بين لهجن الشحانية، المركز الثالث. يتواصل
الأمر وبدون أي أوامر من المضمر سلطان بن محمد الويبي. وكما تشاهدون العصاب الأبطان والآلي محنط أبدا 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 لم يتحرك الآلي بانطلاقتها المميزة وبأداء اقتحام على المركز الأول. تقود الأسماء بنظام مميز مع انطلاقتها على المركز الأول الثاني والتبريكات لهجن الشحانية والثانية للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. وعشرة على عشرة يا أبو محمد على تقديم الأسماء المميزة في هذا المساء. يسعد لي مساك يا العملاق على تواجد هذه الأسماء الكبيرة ولحظة وصول اقتحام إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومحققة أول المراكز. المركز الثاني وصلت شناح على ثاني المراكز بهجن شحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي المركز. المضمر الذهبي سالم بن فران المري بدون اي تعليمات العصقوس. يا سلام ينطلق الذهبي على الصدارة مع الخمسمائة متر الاخيرة والحزام الاخضر. بدينا نقترب من الحزام الاخضر والمنصة الرئيسية وخط الناموس والفوز. هنا الباز على الصدارة الباز غادر انطلق الى نحو الناموس الى نحو ايضا ناموس هذا الشوط مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري مقدم لنا الباز بتحديات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على فوز الباز بالمركز الأول والتهاني إلى المضمر الذهبي من قدم الباز بناموس هذا الشوط سالم بن فران المري. تهنى والفي مبروك لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني جاء في عنيد من هجنة الشحانية. المركز الثالث حشيم لهجن الشحاني. المركز الرابع المركز الرابع ولكن المقدمة مع شعار هجن الشحانية دائما مع شعار هجن الشحانية. شوفوا الذهبة الذهبة والدوحة الدوحة والذهبة الذهبة والدوحة اللحظات الأخيرة. إذن من هذه اللحظة تهنئة نزفها على الهواء مباشرة لهجن الشحانية ولمن قاد الذهبة سالم بن فران المري. تهانينا مجابر على هذا الفوز المستحق مع فوز الذهبة وفوز الدوحة بالأول والثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كما أسلفت الدوحة لهجن الشحانية. المركز الثالث مركز الثالث رزنا لهجن الشحانية. المركز الرابع أو المركز الثالث هذه أريام. المركز الرابع رزنا وانهى الشوط راس ويبشر بن فران بالخير. هذا البعود يبشر سالم بن فران يبشر الذهبي بالخير يبشر محبين الشعار هذا بالخير يبشر مشجعين العنابي بالخير وبأن القادم أحلى وأجمل وأفضل مع هذا الشعار ومضمرينه المبدعين. سلام سلام يا المصير قام راس وانهى الشوط راس ولله درك يا الذهبي مشارك هناك في الكويت وفي أرضية ميدان التحدي. سلام يا 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 ايضا يا الذهبي وسلام لهجن الشحانية سلام يا العنابي سلام. الاستعداد النهائي لخوض غمار منافسات سباق سيدي سمو الامير المصير مستعد تمام الاستعداد قام راس وانهى الشوط راس وتوقيته مميز جدا دون اي تعليمات تذكر يسجل هذا التوقيت الزمني المميز. تهانينا وناموس لهجن الشحانية وتهاني للذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني ده يا
المعتادة أو صف مع المركز الثاني. شعار هج الشحانية العملاق والشبل، الشبل والعملاق، منافسة ثنائية، انطلاق ذاتي وداء مميز ما بين جولة وما بين تقدم وصاف أو صاف جولة. اللحظات الأخيرة أمتار الناموس، ولكن ما زالت جولة 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 تتجول مع الناموس، تتجول مع التتويج ومع المركز الأول، وأيضا تتجول حاملة شعار هجر الشحانية، حاملة لواء مؤسسة هجر الشحانية. ولكن أوصاف أوصاف جولة أوصاف اللحظات الأخيرة أمتار الناموس، أمتار الحسم، خط الفيصل، وخط الفيصل يقف حبا وتقديرا لشعار هجر الشحانية ولتقدم جولة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت مشاهدي الكرام أوصاف، إذا نهني هجر الشحاني على هذا الفوز المستحق. والثانية الى الحذر، الحذر الحذر الحذر، حذاري من انطلاقات الحذر، حذاري من انطلاقاته. وعصاه في البطال لم تتحرك. يا سلام يا سلام يا سلام، بدون اي تعليمات، بدون اي اوامر مشاهدينا الافاضل، يحقق الحذر الحذر هذه النقطة المميزة. وهذه هي لحظة وصول الحذر الى خط النهاية. تهانينا تهانينا من الاعماق الى هجن الشحانية على هذا الفوز المستحق، لفوز تحقيق الحذر بالمركز الأول. المركز الثاني يصل فيه مشاهدين الكرام شداد لهجن الشحانية. المركز الثالث أو هنا على المركز الثاني يصل مبعد لهجن الشحانية. المركز الثالث يصل شداد لهجن الشحانية. المركز الرابع يصل على المركز الرابع خزان لهجن الشحانية. المركز الخامس الوصول من السعدي لهجن الشحانية. ثاني لو ناموس لهجن على انتزاعها وتحقيقها بالمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. نعود وإياكم إلى التوقيت. على المركز الأول جزل انطلقت مع الأمتار الأخيرة، شافت المنصة، شافت خط النهاية، تنطلق مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي بدون أي أوامر. العصا قوس بتعليمات. يا سلام سلام عليك العملاق، سلام يا العملاق على هذا الأداء مع جزلة من انطلقت إلى نحو ناموس. هذا الشوط وشوط الختام مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا تهانينا والناموس على فوز جزلة بالمركز الأول 10/10 العملاق على هذا الأداء المميز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الجساسية من هجن الشحانية. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الكرام الظبي من هجن الشحانية. المركز الرابع رسالة من هجن الشحانية. المركز الخامس وصلت حلوة من هجن الشحانية. إذا متابعينا الكرام